هناك حالة تحول كبيرة تحصل داخل المجتمع الفلسطيني ربما لم ينتبه إليها المجتمع الدولي حتى الآن، وهي أن العديد من أبناء الجيل الجديد الفلسطيني بات لا يشعر بأن حل الدولتين حل يعطيه الحقوق أو أدنى درجة من الحقوق للفلسطينيين، وبالتالي مع أن حل الدولتين لا يزال يحظى بأغلبية داخل المجتمع الفلسطيني، إلا أن هناك تحولا بدأ يحصل يحاول إعادة تركيز الجهد الفلسطيني بعيدا عن حل الدولتين ونحو التركيز على الحقوق للجانب الفلسطيني. ومن هنا بدأنا نرى أغلبية واسعة تؤيد مثلا حملات مثل حملة BDS مقاطعة البضائع الإسرائيلية ورفع كلفة الاحتلال. هناك شعور داخل المجتمع الفلسطيني اليوم خاصة بين أبناء الجيل الجديد بأن المطلوب هو التركيز على الحقوق الفلسطينية وليس على شكل الدولة المستقبلية، ومن ثم يأتي شكل الدولة المستقبلية لاحقاً. حقيقة أن حل الدولتين أو عملية أوسلو كانت مبنية على افتراضية بأن المفاوضات ستأخذ 5 سنوات يتم بعدها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية. طبعا هذا لم يحصل، والمفاوضات تعثرت على مدى أكثر من 24 عاما بعد أوسلو. عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ازداد من حوالي 250 ألف مستوطن عام 93 إلى أكثر من 600 ألف مستوطن اليوم، ما يجعل فرصة إقامة الدولتين ربما من المستحيل في هذه المرحلة. ولذلك أنا أعتقد أن واقعيا على الأرض حل الدولتين انتهى عمليا. أيضا دولة يهودية عربية ثنائية القومية في هذه المرحلة قد لا يكون أمرا واقعيا من الجانب الإسرائيلي. طبعا أي دولة ثنائية تعطي الحقوق، تعطي الفلسطينيين كامل حقوقهم، سيعطي الفلسطينيين أغلبية داخل هذه الدولة، وبالتالي سيعني ذلك انتهاء إسرائيل كما نعرفها اليوم. من الجانب الفلسطيني هناك أيضا من يشعر بأن دولة ثنائية قد تسلب الجانب الفلسطيني بعد الحقوق المكتسبة، خاصة بالنسبة إلى إعلاء الهوية الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية التي ظهرت بعد أوسلو. ولكن هذا الحل لا نستطيع استبعاده كليا. اليوم نحن في وضع يشكل الجانب الفلسطيني في حوالي 6.5 مليون نسمة، وهو ما يعادل الجانب اليهودي في الأماكن التي تسيطر عليها إسرائيل، يعني 6.5 مليون نسمة لكل منهما، ما يعني أنه في المستقبل القريب سيكون للفلسطينيين أغلبية عددية داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. وإذا ما كان أو أصبح حل الدولتين أمرا مستحيلا، فإنه لا مناص من الحديث حول حلول أخرى، وحل الدولة الواحدة ثنائية القومية قد لا يبدو مستحيلا كما هو اليوم. Thank you.